هل حادثة قتل أطفال بيت لحم حقيقة تاريخية؟ سؤال اللي كان اتسأل يوم السبت مش اللي فات، لا اللي قبله. والبعض الأخوة الأحباء الملحدين اللي بيشككوا في الأمور التاريخية للكتاب المقدس وغيره أيضا من غير المسيحيين. فالشبهة بتقول التالي: حادثة أطفال بيت لحم التي ذكرت في متى 2:16 لم يذكرها أي مرجع تاريخي، وبخاصة يوسيفوس الذي أرخ حياة هيرودس جيدا ولم يذكرها. طبعا ده كلام المشككين، وبناء عليه يبنوا التالي: وهذا دليل على أنها لم تحدث، وهي فقط من تأليف متى ليدعي انطباق نبوة أرميا عليها، رغم أن نبوة أرميا لا علاقة لها بهذا. إيه رأيكم؟ في البداية موضوع نبوة أرميا عن بكاء راحيل وكونها نبوة عن حادثة قتل أطفال بيت لحم، ذكرتها في ملف مستقل من هي راحيل وعلامة تبكي راحيل وحادثة قتل أطفال بيت لحم، فده مش موضوع النهاردة، ده اتكلمنا فيه قبل كده، فمش هكرر خالص هذا الموضوع، مش موضوع الآن. لكن أنا فقط أركز على نقطتين: نقطة ليه ما ذكرهاش يوسيفوس، والنقطة الثانية هل في أدلة فعلا تاريخية على حادثة قتل أطفال بيت لحم وشهداء هؤلاء الأطفال الشهداء بتعود بيت لحم ولا لا. النقطة الأولانية: ليه يوسفوس ما قالهاش؟ وهل فعلا طالما يوسفوس ما قالش حاجة معناها ان هي ما حصلتش؟ ايه المقياس الغريب ده؟ فكرة مختصرة عن هيرودس الكبير وهقولها باختصار شديد. وهيرودس الكبير اللي هو الابن الثاني لأنتيباس الأدومي الأصل، وكانت أمه أيضا أدومية، فهو هيرودس الكبير يعتبر غير يهودي من ناحية الجنس، مع أن الأدوميين كانوا بالفعل رضخوا للمذهب اليهودي بالقوة في سنة 125 قبل الميلاد بسبب روما، وكان قيصر قد عين أنتيبار أو أنتيباس حاكما على اليهودية سنة 47 قبل الميلاد، وقسم فلسطين بين أبنائه الخمسة، وكان نصيب هيرودس في الجليل. وبعد 4 سنوات لما اتقتل جاء ماركوس أنطونيوس إلى فلسطين وعين الابنين الكبار لأنتيباريوس المقتول على فلسطين. بعد كده اتقتل الأكبر بعد ما أسروا الفوتيون، وكده خلى العرش بالكامل لهيرودس الكبير في سنة تقريبا 34 قبل الميلاد، ودخل أورشليم بمعونة الرومان وتزوج 10 نساء وكان ليه أبناء كثيرين، وبدأ التنافس على العرش، وكان هو أصلا عنده بارانويا وعنده أوبسيجن بأنه أي حد بيتآمر عشان ياخد منه العرش، فكان القصر بتاعه ما بين زوجاته وأولاده مسرح باستمرار لعشرات المؤامرات والفتن، واللي كان باستمرار كل ما يشك في حد كان يقتله. وطبعا بالإضافة للمؤامرات اللي كان بيقوم بها هيرودس نفسه ضد أعدائه أو أي حد يشك إن هو ممكن بيفكر ياخد الملك منه، كان مجنون جدا بالملك وحريص عليه جدا، وكان إنسان فعلا قاسي القلب عديم الشفقة يسعى فقط لوراء مصالحه وتثبيت ملكه، ومهما كانت الخسائر حتى لو كان أعز أبنائه مفيش، كله يتقتل، ولا كان يهتم لا بصراخ مظلومين ولا بغيره، هو كان إنسان بيعتمد في الأساس على الحيل. قتل عدة زوجات لي، قتل أبنائه وأقارب خوفا من مؤامراتهم لا يكون حد فيهم بيحاول يستولي على العرش، غير أنه بنى أماكن كثيرة في فلسطين، جدد الهيكل ومباني ضخمة حوالين الهيكل، بنى مدن وشوارع وأبنية لتخليد اسمه، فأعجب به بعض اليهود بسبب المشاريع العملاقة والتجديدات الضخمة، وأنفق على ده أموال طاهرة، أشهرها مدينة قيصرية المبنية فعلا بروعة وأثرها موجودة حتى الآن. أيضا مبنى اللي موجود في منتصف إسرائيل اللي هو بنى القصر لنفسه، وأيضا اللي بناها قيصرية تكريما لأغسطس قيصر، رمم مدن في السامرة وسماها سباستيا أي مدينة أغسطس، وحصن أورشليم، عمل ملاعب كتيرة، قصور كتيرة، رمم الهيكل في أورشليم، زينه جدا، ففرح كتير من اليهود. أي حد ما كانش يتهم في التآمر كان فرحان باللي بيعمله هيرودس، وخاصة للثراء الاقتصادي اللي زود فيه البلد والمباني الفاخرة والعصر النهضة في الأبنية الجميل جدا. كويس؟
فحادثة يكون يقتل أطفال بيت لحم علشان بس يتأكد أن هو قتل ابن داود اللي ممكن يجي ياخد الملك منه، ده متوقع. وطبعا في الآخر لغاية ما مرض خطير بعد الحادثة دي بحاجة بسيطة، سافر إلى شرق الأردن عشان يستشفى في حماماته هناك، بعد كده رجع لأريحة أسوأ ومات. ومات على سن 70 من عمره بعد ما أخذ الملك لمدة 34 سنة. ولكن الحادثة الشهيرة جدا اللي حتى أرخها بما فيهم يوسفوس نفسه، أنه هيرودس محبش يودع الحياة ويكون أي حد يفرح بموته، فأمر بجمع وقت ما يموت أن يتجمع وجهاء أورشليم ساعة موته ويتقتلوا عشان الناس كلها تحزن ومحدش يلاقي فرصة يفرح بموت هيرودس. وصل لهذا المستوى، عايز الناس تحزن وقت موته، فحتى لو ما كانوش هيحزنوا لموته هو، طب يحزنوا لموت بقية الناس اللي يتقتلوا وقت ما هو بيموت. كلام ده ذكره هيرودس في كتاب الأنتيك. كويس؟ هقول بحث ما لقيتش احتياج ان انا اعمل اي شيء اكتر من اللي هو عامله في موضوع يوسيفوس والبحث بتاع الباشمهندس غريغوريوس اللي ترجم موضوعات مهمة جميلة، فهقول لحضراتكم نصا اللي هو قاله، بعد كده هقول شوية حاجات صغيرة وادخل في النقطة التانية بعد كده. فيقول التالي، يذكر لنا انجيل متى 2:16: حينئذ لما رأى هيرودس المجوس ان المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وكل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان. ويكمل ويقول: ويتساءل البعض لماذا لم يذكر يوسفوس هذه الحادثة، وكأن عدم ذكر الشيء ينفي حدوثه. ومن المعلوم لدى المؤرخين أن عدم ذكر الشيء لا ينفي من الحدوث أو تحقيقه تاريخيا، فقد شكك البعض في وجود شخصية مثل ليسانيوس في إنجيل لوقا، ووصف لوقا بأن ليسانيوس رئيس ربع إبلية، وتم اكتشاف نقش إبلية، فمقياس عدم وجود الشيء لا ينفي من حدوثه. فسنتناول الموضوع حيادين. أولا، جنون العظمة لدى هيرودس لا يجعلنا نستعجب هذه الحادثة. فدكتور آيزيا جافن سنة 1988 ألقى محاضرة في مركز القدس لدراسات الكتاب المقدس، وهو المتخصص في دراسات عهد الهيكل الثاني في الجامعة العبرية، وكان موضوع الحوار عن حياة هيرودس الكبير. وكان حاضر هذا الحوار الدكتور بروس، وهو طبيب نفسي مسيحي من جامعة بيولا. وقد روى الدكتور آيزيا أو أشعيا في المحاضرة أنه تم عقد ندوة في الجامعة العبرية منذ سنوات، وكان يحضرها مؤرخين وعلماء أثناء الدارسين للهيكل الثاني، وأيضا أطباء وعلماء نفسيين، ووضعوا مجازيا هيرودس الكبير على الأريكة، يعني كما لو كان بيحللوه نفسيا وبيحللوا شخصيته. ولاحظ أن ما كان يعانيه هيرودس هو نمط متكرر من أشخاص يريدون الاستيلاء على كرسيه وعرشه، فقد سمع هيرودس عن إشاعة تصادم شخص معه للاستيلاء على عرشه، فحتى يتم قتل هذا الشخص يكون مكتئب، وإلا أن يقتله يذهب للاكتئاب. يعني لو في حد اتآمر عليه حتى لو هرب، هيرودس يفضل مكتئب لغاية ما الشخص ده يمسكوه ويقتلوه، بل يتكرر هذا الأمر بما فيه زوجته التي قتلها هي وثلاثة من أبنائه. فيمكن أن نصنف هيرودس الكبير بأنه كان يعاني من فصام بارانويدي. وبعد المحاضرة تمازح كل من دكتور اللي هو دكتور بروس ومع آيزيا ضاحكا قائلا أنه كان لابد أن يرتعش. ومؤخرا تم تحليل تاريخ نفسه على هيرودس الكبير، وتم تشخيصه بأنه كان يعاني من اضطرابات الشخصية المرتابة المعقولية التاريخية لقتل أطفال بيت لحم. بالفعل هيرودس لم يسجل قتل أطفال بيت لحم، لكنه سجل عدد كبير طبعا، ولم يسجل كل من جرائم القتل التي ارتكبت بلا رحمة على يد هيرودس لأجل الحفاظ على العرش. فقد تم تتويج هيرودس كملك لليهود من قبل مجلس الشيوخ الرومان، وكان أول أعماله قتل الحشمونيين وهم أسلافه، وإعدام أنتوغينيوس بمساعدة من مارك أنتوني. وقد قتل هيرودس 45 رجلا من أتباعه، من أتباع أنتوغونيوس في سنة 37 قبل الميلاد، ده في الأنتيك. وقد أعدم يوحنا هيركانوس الثاني خنقا وهو مسن. ليه؟ لأنه شعر أو تخيل أنه ممكن يفضلوا يختاروه عنه، ده برضو مذكور في الأنتيك ليوسيفوس. استمر هيرودس في
تطهير الحشمونيين وإزالة أرستوبولس الذي كان في ذلك الوقت 18 عام رئيس للكهنة، أغرق من قبل رجال هيرودس في بركة في أريحة، لأن هيرودس كان يعتقد أن الرومان يفضلون أرستوبولس حاكما بدل منه. ده في الأنتيك جزء 15. قتل هيرودس زوجته الثانية في سنة 29 أعتقد قبل الميلاد مش ميلاديا. قد قتل هيرودس أيضا 3 من أبنائه، فتم خنق 2 منهم هو ألكسندر وأرستوبولس، وهم أبناء ميرامي في السامرة في سنة 7 قبل الميلاد. وأصبح هيرودس الكبير مجنون بجنون العظمة خلال السنوات الأربعة الأخيرة من حياته، ما بين 4 أو 8 قبل الميلاد، أعدم 300 من العسكريين، برضه في كتاب الأنتيك جزء 16، أيضا أعدم عدد من الفريسيين، وحوادث متعددة كثيرة. فحتى لما ناخد كلام يوسيفوس ذكر الأمثلة الشهيرة، ولكن ما ذكرش كل حاجة. الراجل ده كان شغال بس بيقتل في الناس، كل واحد يشك ان هو ممكن يتآمر عليه كان بيقتله، بما فيها حتى ابنائه وزوجاته. فيوسفوس ما ذكرش كل الاحداث، ذكر المهم منها. فالاحداث اللي ما ذكرهاش يوسفوس مش معناها ان هي ما حصلتش. فلا عجب ان هيرودس كان يريد ان يقضي على يسوع عندما كشف له الحكماء عن وجود ملك اليهود في انجيل متى. وليه ما ذكرش يوسفوس؟ أولا كتابات يوسفوس جاءت في نهاية القرن الأول الميلادي، فربما لم يكن يعلم بذبح أطفال بيت لحم لوجود فترة زمنية. ده احتمالية. احتماليات ثانية، يوسفوس أصلا ما سجلش حاجات، مش كل حاجة سجلها يوسفوس. يوسفوس ما سجلش أحداث محورية في القرون الأولى على سبيل المثال. حادثة المهمة جدا جدا، حادثة الدروع الذهبية اللي سببت خلاف ما بين هيرودس ابن هيرودس الكبير وما بين بيلاطس البنطي، وسجلها فيلو اليهودي ولم يسجلها يوسفوس. واللي نفهم بناء عليها انجيل لوقا 23:12 لما بيقولوا ان هم كانوا على خصام سابق. وبعد الموضوع ده زالت العداوه ما بين هيرودس وما بين بيلاطس. فمش كل حاجه سجلها يوسفوس. قال البعض أنه حصل على بعض معلوماته من نيكولاوس الدمشقي اللي كان صديق لهيرودس، فقد يكون لم يسجل هذا الفعل الفظيع حتى لا يتشوه سمعة هيرودس أنه كمان قتل أطفال صغيرين، ولكن ده كلها احتمالات. البعض بيبالغ في عدد الأطفال، ولكن البروفيسور ويليام ألبرت بيقول أن عدد سكان بيت لحم في هذا الزمان تقريبا يكونوا 300 شخص، يبقى عدد الأطفال الذكور اللي سنتين فما دون دول ممكن يكونوا 6-7. ما نعرفش الأرقام قد إيه، لكن اللي نتوقعه أن الأطفال دول ما كانش عددهم مثلا بالمئات ولا الألوف، دول بنتكلم على عدد لا يزيد عن العشرات. فعدد أطفال لا يزيد عن العشرات في وقت كان بيقتل بالـ300 من الرؤساء، ده لا حاجة بالنسبة للدم اللي كان بيسفكه هيرودس. كويس، ده الكلام او البحث الجميل اللي عمله باشمهندس اوريغوريوس، حبيت ان اقدمه لحضراتكم، ودي المراجع اللي اقدم منها هذا الامر. تعليق صغير جدا على قد ضعفي وعلى هذه الحادثه اللي اقدم حضراتكم، ان هي فعلا يوجد مراجع تاريخيه اخرى غير يوسفوس تكلمت عن حدوثها، لكن زي ما قلت هي حدثت وسط شرور كثير جدا، وهيرودس في اواخر ايامه كان بيسفك الدم في الناس، بيدبح ليل نهار. فيوسفوس ذكر الحاجات المهمة الشهيرة، فهذه الحادثة كانت أقل أهمية من حوادث اغتيالات الرؤساء والناس المشاهير. يعني لما يبقى فيه خبر اغتيال حد مشهور سياسي وقصاده اغتيال طفل سنه أقل من سنتين، وسائل الإعلام مش هتتجه للطفل، هتتجه للناس المشهور، فقط للتوضيح. فهذه القرية الصغيرة اللي فيها أطفال من سنتين فما دون ما يتعدوش الدستتين، أقل يعني ما بين 6 إلى 20 طفل، ده لا يقارن بالأعداد اللي كان بيقتلها هيرودس. ولكن النقطة الهامة جدا، هل لأن يوسفوس ما قالش حاجة تبقى ما حصلتش؟ لا طبعا. طب هل يوجد عليها أدلة تاريخية؟ هو ده بقى الموضوع المهم. الأدلة التاريخية على حادثة قتل أطفال بيت لحم اللي بيحاول البعض يشككوا فيها،
الحادثة دي أشار إليها ليس متى البشير فقط، بل أشار إليها مؤرخين غير مسيحيين من القرون الأولى الميلادية، وده المهم جدا بالنسبة لنا. في مؤرخ شهير لاتيني ماركوبيوس ساتورنال إنه سمع أغسطس إن من الذين أمر هيرودس بذبحهم هم أطفال أقل من سنتين. طب ليه يا ترى اللي بيأكدوا؟ طالما هيرودس ما قالهاش يبقى ما حصلتش، يبقى ما تألفها. طب ما رجعتوش لبقية المؤرخين ليه؟ طب ما في مؤرخ لاتيني غير مسيحي ذكر الحادثة. آدي نص كلامه، آدي المرجع قدام حضراتكم. نفس المرجع ده هو المرجع اللي سجل لنا المقولة الشهيرة جدا لأغسطس قيصر عن هيرودس، واللي لا تزال تتكرر حتى الآن، أنه الأفضل من أن تكون كلب هيرودس عن تكون أحد أبنائه، لما قتل ثلاثة من ولاد، لما قتل ثلاثة من عياله. هو ده المرجع اللي ذكر المقولة دي اللي بيستشهد بيها الكل عن صعوبة هيرودس، هو نفس المرجع اللي ذكر أنه هو قتل أطفال من سنة أقل من سنتين. ليه بقى ما بيرجعوش للمرجع ده رغم أنه بيتم الاستشهاد به في مقولات مهمة جدا؟ يهود سجلوا هذه الحادثة، راباي إلياس ذكر هذه الحادثة والمرجع قدام حضراتكم، ويقول على هيرودس هو اسم الشر الذي قتل الأطفال. ده مش مسيحي وده مش متى البشير، ده يهودي. أيضا دليل آخر من كتاب أبوكريفي من منتصف القرن الثاني اسمه إنجيل يعقوب من الكتب الغنوصية المرفوضة، واللي تكلم على هروب العائلة المقدسة لمصر ولكن ذكر بعض الأحداث التاريخية، أيضا يخبرنا بالتفصيل على حادثة قتل أطفال بيت لحم. وآدي نص كلامه قدام حضراتكم. فعندنا شهادات تاريخية كتيرة مش يوسفوس وبس. طبعا ده بالإضافة إلى الأدلة من الآباء المسيحيين اللي أرخوا ذلك زي يوسابيس القيصري وإبيفانوس وغسطينوس وغيرهم كثيرين. كل دول ويقولوا ان هم ما لهمش وجود، مش عارف اقول ايه. هم دايما مقياسهم كل شيء صح حتى يثبت خطأه، الا اي حاجة ذكرها الكتاب المقدس هي خطأ حتى لو يثبت صحتها، ولو حتى ثبت صحتها يفضلوا يجادلوا فيها ويفضلوا يكرروا يقولوا ان هي غلط. لكن ايه رأيكم ندخل على ما هو اتقل من ذلك؟ أعتقد المراجع التاريخية دي كفاية صح؟ بس احنا الحقيقة مش عايزين أي من دول، لأن احنا موجود الريدي عندنا رفات أطفال بيت لحم حتى الآن. بجوار مدفن بيت لحم توجد مغارة تسمى مغارة القديس جيروم، موجودة حتى الآن والمزار موجود. في كهف سفلي موجود فيها، موجود بها كومة الجماجم بتاعة أطفال بيت لحم، ولا زال المرشدين اللي بياخدوا بالتسليم أبا عن جد بيتكلموا عنها جماجم أطفال بيت لحم الذين قتلوا في حادثة بيت لحم على يد جنود هيرودس. آدي شكل المزار أهو قدامكم. عشان كده لما نقف في الجزء السفلي من مغارة القديس جيروم ونتجه لليسار لمغارة أخرى أسفل منها أصغر، فيها هيكل مكرس للقديسين الأبرياء أطفال بيت لحم الشهداء اللي ذبحهم هيرودس، موجودة حتى الآن. وفي جوانب من المغارة بنلاقي بضعة قبور هي قبور الأتقياء اللي رغبوا أن تدفن أجسادهم في المكان المقدس بجوار الشهداء أطفال بيت لحم. وفي مغارة مغلقة بقضبان يبلغ عمقها 5 أمتار القبر اللي توضع فيه جثث أطفال أو رفات أطفال الأبرياء بتوع أطفال بيت لحم زي ما يذكر لنا التقليد، موجودة حتى الآن. وكتابات ومقالات وأبحاث علماء أثار كثيرين غربيين عن اكتشاف هذا المكان أو التأكد منه، جماجم وعظام أطفال بيت لحم اللي ذبحهم هيرودس وقت ميلاد المسيح وموجودين حتى الآن أسفل كهف جيروم في بيت لحم. هذه أحد المراجع اللي بيتكلم عنها، جايب لكم كمان اللينك للي عايز يتأكد، وده موقع من الأثار سي ذا هولي لاند. وآدي مرجع آخر قدام حضراتكم يتكلم على نفس الأمر، وبرضو جايب لكم أيضا اللينك قدام حضراتكم اللي عايز يشوف. بل حتى تمثال جيروم بجوار قدمه
عاملين جمجمة طفل كذكرى لهذا الأمر، إن الكهف بتاع جيروم ده جوار مباشرة الجماجم أو مكان الكهف اللي وجدت فيه رفات أطفال بيت لحم. آدي الصورة بتاعته، تمثاله موجودة حتى الآن. والكهف الصغير اللي موجود فيه بعض الهياكل وجماجم أطفال بيت لحم، وآدي مرجع قدام حضراتكم يتكلم على هذا الأمر، وجايب لكم اللينك أيضا، وأهو صورتهم قدام حضراتكم على الشاشة. آدي أطفال بيت لحم بقاياهم اللي موجودة من 2000 سنة وحتى الآن أهو قدامكم. بعد كده برضو لسه هتفضلوا تشككوا، عشان بس ذكرها متى البشير يبقى لازم نطلع متى البشير ألف وكذاب وغيره وغيره. إيه عدم الحيادية دي؟ نصدقكم إزاي بعد كده في كلامكم؟ بل يوجد كتير في الكنائس من العصور الأولى وحتى الآن أخذوا أجزاء من عظام الأطفال الشهداء وموجودة حتى الآن، بل بعض كنائس أمريكا وكندا موجود عندهم بقايا رفات أطفال بيت لحم حتى الآن. لكن الحقيقة أنا بس بذكر أدلة دي لغير المؤمنين، رغم إن إحنا بالنسبة لنا شهادة متى البشير لوحده فقط عن حادثة قتل أطفال بيت لحم تكفينا جدا. أشكر ربنا باشمهندس غريغوريوس دخل، أنا كنت لسه بشكره على البحث اللي عمله في هذا الموضوع عن موضوع يوسفوس، واللي لسه قايله لحضراتكم حتى الآن، ربنا يباركه. فأكرر مرة تانية، عندنا الأدلة منها الكثير جدا زي ما ذكرت لحضراتكم، وجبت لكم صور الرفات بتاعتهم حتى الآن اللي موجودة في كهف جيروم. هنقول أكتر من كده. Anyway، ربنا يبارك حضراتكم، أتوقف عند هذا القدر.